السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في الدرس الثالث وهو عماني في زمن الرسول. هنا لدينا لعبة المتاهة ثم أفكر في الأماكن التي مررت بها. طبعا مثلا مررنا من هنا ومن هنا من الجزيرة وبعد ذلك إلى جزيرة أخرى ثم انطلقنا إلى الوادي وبعد ذلك ذهبنا إلى الصحراء، أو انطلقنا من هنا وذهبنا إلى المسجد في النهاية. هنا زاوية القصة. كان في سمال رجل اسمه مازن بن غضوبة، فسمع يوما عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعن الدين الإسلامي الذي يدعو إليه. فكر في صحة ما يقول به من عبادة الأصنام، فقرر السفر إلى المدينة المنورة للقاء الرسول الكريم. وعندما وصل المدينة المنورة استقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، فانشرح قلب مازن إلى الإسلام ودخل فيه. فكان مازن بن غضوبة رضي الله عنه أول من أسلم من أهل عمان. طلب مازن بن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لعمان وأهلها بالخير فدعا لهم، ثم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فدعا له، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا مازن آمين، فإن آمين يستجاب عندها الدعاء. فقال مازن آمين. استنتج أن مازن بن غضوب رضي الله عنه قد استخدم عقله في البحث عن الحقيقة وسعى حتى وصل إليها. ما الوسيلة التي استخدمها مازن في السفر إلى المدينة المنورة؟ طبعا استخدم الجمال أو الجمل. استنتج المتاعب التي واجهها في الطريق. طبعا واجه الكثير من الصحراء والجبال والكثير من المشقات، يعني هنا الجبال الشاهقة وغيرها. في رأيك لماذا واصل رحلته مع أنها كانت متعبة؟ لأنه يبحث عن الدين الإسلامي. هنا زاوية المعرفة. يعد إسلام مازن بن غضوبة رضي الله عنه قد قام بالعديد من الأعمال، أهمها دعا أهل عمان في الإسلام، بنى مسجد المضمار، سافر مرة أخرى إلى المدينة المنورة، شارك في الفتوحات الإسلامية. هنا في هذا السؤال ألعب مجموعة لعبة الحروف المبعثرة بترتيبها للحصول على الإجابة الصحيحة. الولاية التي ينتمي إليها مازن بن غضوبة هي سمائل. الكلمة التي تقال بعد الدعاء تقال آمين. المسلم الذي يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي. المسجد الذي بناه مازن بن غضوبة هو مسجد المضمار. هنا أتخيل المسجد الذي بناه مازن بن غضوبة. طبعا هنا يقوم الطالب برسم المسجد. الآن ننتقل إلى الدرس الرابع وهو الثروة الزراعية والسمكية في بلادي. هنا زاوية القصة. في يوم الخميس وفي طريق العودة من المدينة إلى البيت دار بين أحمد وأبيه الحوار الآتي: أبي، ما رأيك أن نزور مزرعة جدي؟ الأب: حسنا يا بني، ولكن لماذا ترغب في زيارتها؟ أحمد: طلبت منا المعلمة زيارة إحدى المزروع القريبة لنتعرف على النباتات والحيوانات الموجودة فيها. الأب: حسنا يا بني. وفي اليوم التالي ذهب أحمد وأبوه إلى مزرعة جده. هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشتقت إليك يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جدي، أريدك أن تحدثني عن أنواع الأشجار والحيوانات الموجودة في المزرعة. الجد: تضم المزرعة أشجار النخيل بمختلف أنواعها مثل الخلاص والخنيزي وأشجار الليمون والمانجو وأنواع من الخضروات والعديد من المزروعات. وأما الحيوانات والطيور التي تربى في المزرعة يا جدي، تربى في المزرعة العديد من الحيوانات مثل الأغنام والأبقار والدواجن، فاذهب الآن يا أحمد لتشاهد المزروعات والحيوانات.
استنتج بلاري عمان بها خيرات كثيرة من مزروعات وحيوانات. طبعا لدينا هنا رمان والبلح أو التمر، وأيضا الموز، وكذلك هنا النارجيل، أو جوز الهند، وكذلك الخيار والطماطم أو الطماط. هنا أسأل أحد أفراد أسرتي عن أهم الأشجار والمزروعات. طبعا هنا نقوم بالرسم، ويقوم الطالب برسم وكتابة اسم المزروع. انظر إلى الصورة والأدوات المستخدمة في الزراعة، ثم اكتب الكلمة المناسبة في الفراغات، متطورة أو تقليدية. طبعا هذه متطورة وهذه تقليدية، هذه تقليدية وهذه متطورة. آثار معارفية، توفر الحكومة العديد من الاحتياجات للمزارعين مثل الأدوات والمعدات والشتلات. أكمل القرص بما يناسبه من الأرقام وحسب المنتجات المستفاد من الثروة الحيوانية. طبعا لدينا الصوف فهي رقم 3، هي رقم 3. أما الحليب فهي رقم 1 و2 و3. أما البيض فهي رقم 4، والجبن رقم 1 2 و3. هذه هي الإجابات لهذا السؤال. انظر إلى الصورة ثم أجيب على الأسئلة الآتية. ما اسم المهنة الموضحة في الصورة؟ طبعا أولا لدينا هي الرعي الأغنام. استنتج السلوك الخاطئ الذي توضح في الصورة رقم 2، هي قطع الطرق بطريقة عشوائية ودون مراقبة، هي قطع الطرق بطريقة عشوائية ودون مراقبة. زوايا المعرفة، تطل بلاد عمان على بحار واسعة تمدنا بالكثير من الخيرات، منها الثروات السمكية، وقد عملت الحكومة على تشجيع الصيادين وتطوير الموانئ الصيد. ومن أنواع الأسماك التي تشتهر بها بلادي هي الجيذر والكنعد. أكتب أسماء أنواع السمك المشهورة، كما قلنا هنا هي الجيذر والكنعد والتونة. أذكر نوعين من الخدمات الدعم التي تقدمها الحكومة للصيادين، توفير السفن والقوارب، توفير أدوات الصيد. توفير أدوات الصيد. استنتج أن امتداد سواحل بلادي أسهم في تنوع الثروة السمكية. طبعا هذه هي الأسئلة والإجابات لهذه الدروس، وأتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف